النهارده معانا خبر بعنوان علي معلول. علي معلول يهدد عرش فيليكس وفلافيو في قائمة هدافي الأهلي الأجانب. تمكن علي معلول من تسجيل هدف الأهلي الأول في مرمى المقاولون ليسجل هدفه رقم 30 بقميص الأهلي، ويصبح ثالث أكثر الهدافين التاريخيين للاعبين الأجانب في تاريخ الأهلي بعد الغاني أحمد فيليكس صاحب ال 47 هدفا والإنجولي أمادو فلافيو صاحب ال 35 هدفا. وسجل علي معلول هدف مبكر للأهلي في مرمى المقاولون من ضربة جزاء بالدقيقة الثانية في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم باستاد الأهلي والسلام في لقاء مؤجل من الجولة 17 لمسابقة الدوري المصري. وضم تشكيل الأهلي كل من محمد الشناوي، ياسر ابراهيم، ومحمد عبد المنعم، وحمدي فتحي، ومروان عطيه، وعلي معلول، ومحمد هاني، وبير ستاو، واحمد القندوسي، وطاهر محمد طاهر، وشادي حسين. بينما ضم تشكيل المقاولون العرب كل من محمود ابو السعود، واحمد شيمي، ومحمد مجلي، وعبد الرحمن جنبه، وعبد الرحمن جنبه، واحمد علاء، وفاروق نور الدين، وجوزيف وشايا، ولويس ادرو، وجون اوكلي، وعمر فايد، واحمد عاطف اوكا. ويحتل ايضا الاهلي المركز الاول في جدول ترتيب الدوري برصيد 41 نقطه بعدما لعب 17 مباراه، حقق الفوز في 12 مباراه وتعادل في 5 مباريات ولم يخسر، وسجل لاعبوه 30 هدفا وتلقت شباكه 6 اهداف، ولا يزال لديه 3 مباريات مؤجله مع المقاولون العرب وحرس الحدود والاسماعيلي لمشاركته في كاس العالم للانديه. أعزائي المشاهدين، بشكركم دايما على مشاهدتكم لينا، وأتمنى دايما إن أنتم تتابعونا باستمرار وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم منا كل جديد عن أخبار الكرة العالمية والمحلية. شكرا لكم.